الرابعة عشر من تموز تاريخ مختلف لسكان العظمية، اختاروا إحياءه إلى جانب قبور العائلة المالكة التي قتلت في هذا التاريخ الذي كان يوما تغير فيه نظام الحكم في العراق من الملكي إلى الجمهوري. التحول الذي حدث إلى العراق في زمن الملوكية تحول رائع جدا، نقل العراق من عوائل صحراوية، من عوائل متخلفة، من عوائل متناحرة إلى عوائل بغدادية مرموقة، عائلة متدينة، عائلة عتدين تخاف الله سبحانه وتعالى. بغداد في زمن الخمسينيات في زمن الملك، وبغداد الآن، بغداد كانت جميلة جدا، زاهرة بعماراتها ومشاريعها وجسورها. 66 عاما بعد نكبة الإمام الحسين فنحن نعيش في نكبتين، نكبة الإمام الحسين في كربلاء عندما قال الدم للسيف لا، وكذلك مقتل هذه العائلة الشريفة الملكية هنا في بغداد في ذلك اليوم. والشعوب الطيبة والمنابت الطيبة التي هي حية تعتذر، ونحن نعتذر لتلك الأرواح. شهدت المقبرة الملكية توافد مئات العائلات وهم يرتدون السدارة البغدادية ويحملون الورود كنوع من العرفان الذي اعتاد طيف من الشعب العراقي تقديمه كل سنة في هذا المكان. نستذكر الفاجعة الأليمة ألا وهي رحيل العائلة المالكة بهذه الصورة الشنيعة، فأهالي العظمية حزن وأسى على العائلة المالكة. الحمد لله أنه شالت هاي العطلة، يعني احنا من قبل نقول يعني العطلة ما المفروض تصير بهيك يوم، لان هذا يوم يعني حزين. كل سنة نجي وابننا سميناه فيصل على اسم الملك فيصل، ثالث سنة نجي. اي رئيس دولة اذا عنده شيء يحاكم وليس ينقتل، يحاكم محكمة عسكرية نظامية اصولية، وليس يروح ينقتل وينقتل غدا. 66 عاما ويختلف العراقيون على توصيف 14 من تموز بين الانقلاب والثورة، لكنه يعتبر نقطة تحول في تاريخ العراق المعاصر. على الحديد قناة الفلوجة، بغداد.